بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام زيارة عني ونيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان وعن والدي ووالد والدي إخوتي وأخواتي أهلي وجيراني الأحياء منهم والأموات ومن قلدني الدعاء والزيارة طاعة مني قربة إلى الله تعالى. يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا إنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة يا وصي الحسن والخلف المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها شافي وعافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب غير سوء حالنا بحسن حالك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين.